أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي المتابع لأوضاع العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى اليوم. لابد أن يلمس بوضوح تصاعد التغلغل والنفوذ الإيراني في العراق منذ ذلك الحين لحد الآن. هذه 17 سنة التي مرت كانت هناك خطوات تجري إيرانية تجري للسيطرة على العراق ومد النفوذ الإيراني على العراق. وإيران يعني طوال هذه السنوات يعني لم تنكر أنها صاحبة اليد الأطول في العراق، بل تتباهى بذلك لأكثر من وأكثر إلى الحد الذي باتت طهران يعني تتباهى بأنها هي من تشكل الحكومات في العراق، وهي من يعني تحدد الإطار السياسي والاقتصادي للعراق وتوجهات العراق. هكذا يتحدثون كثير من المسؤولين الإيرانيين، يعني حتى اختيار كراسي الحكم الأساسية اللي هي رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، طهران تتحدث عن أنها هي من تختارهم. نعم إيران تغلغلت تحت المظلة الأمريكية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، لكنها هكذا تغولت، تشاركت، تخادمت مع أمريكا في السيطرة على العراق، لكنها تغولت بهذه الطريقة في عام 2018. على يعني كمثال على ذلك، في عام 2018 عندما تم المجيء بعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، قال يعني قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، قال في ربما في الخامس من تشرين أو الرابع من تشرين الثاني عام 2018، قال بالنص: لقد فزنا على أمريكا في العراق بنتيجة 3-0. ويقصد هنا أن الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، كانت يعني من نصيب إيران، وهي من حددت من يجلس على هذه الكراسي. ولعل يعني أهم أذرع إيران في العراق هي الميليشيات، يعني تنفيذ هذا المخطط الخطير للسيطرة على العراق والتغول به كانت الميليشيات هي التي ساهمت في صناعتها تحت المظلة الأمريكية طبعا. وبدأت عشرات الميليشيات تنمو، ربما في بداية الاحتلال كنا لا نعرف غير منظمة بدر هذه الميليشيا، لكن بعدها كبرت هذه المنظمات وتعددت هذه المنظمات الميليشياوية وكبرت وتمولت وتغولت في الشارع العراقي وسيطرت على الشارع العراقي والمدن العراقية بالدعم الإيراني. وصارت الميليشيات خاصة بعد تشكيل ما يعرف بالحشد الشعبي هي الحاكم الفعلي للعراق، هذه الحقيقة. يعني بعد عام 2014 الميليشيات صارت هي الحاكم الفعلي للعراق بشكل علني، والمنفذ للسياسات الإيرانية طبعا في العراق وحتى في المنطقة، كانوا يهددون حتى منطقة الخليج إذا ما كانت سياساتهم تتقاطع أو هناك تصريحات لا تقبل عنها إيران في المنطقة، في الكويت، في السعودية، في أي منطقة بالخليج. كان الاعتقاد صحيحا انه ايران هي من تمول هذه الميليشيات، يعني في البدايه كان هذا الاعتقاد، هي من تمول هذه الميليشيات، هي من تسلحها. لكن بعد يعني وقوع ايران تحت العقوبات الامريكيه بدات الامور تميل بشكل اخر. وخلال هذه الفتره كانت الميليشيات قد سيطرت على الوضع السياسي في العراق والوضع الاقتصادي والوضع الامني. كل المنافذ الحدودية اللي هي مثل ما تقول الحكومة 40 منفذ حدودي، هذه الرسمية كلها تخضع للميليشيات، وعدا هذه الأربعين منفذ على الحدود العراقية، على جميع الحدود العراقية هناك منافذ غير رسمية أكثر من هذا العدد أيضا تسيطر عليها الميليشيات وتتنفع من ورائها، هي المسؤولة عنها. وواردات هذه المنافذ لا تقل عن 10 إلى 15 مليون دولار يوميا. هذه المنافذ كل هذه جاءت لها بواردات كبيرة، إضافة إلى هي المتحكمة بالتجارة، هي التي تدخل المخدرات وكل البضائع الإيرانية وحتى النفط الإيراني. بعد العقوبات الأمريكية بدأوا يصدرونه بأنابيب خاصة عن طريق هذه المنافذ، الميليشيات تصدره وتدفع بأنابيب عراقية على أنه نفطا عراقيا وتعود عائداته إلى إيران. هكذا الأمور، سيطرت الميليشيات على
الشارع التجاري العراقي، على السوق العراقية. هناك شركات تجارية أسستها هذه الميليشيات المتحكمة في السوق التجارية، في الاستيراد وفي جلب البضائع وفي جني الأموال، إضافة إلى قدرتها على التحكم بالبنوك العراقية، وجود بنوك أهلية كثيرة تابعة للميليشيات هذه استغلتها، إضافة إلى بنوك عربية بالذات لبنانية لتمويل حزب الله أيضا جاءت بها تحت هذه المظلة لكي تدخل معها في مزاد العملات اللي يقيم البنك المركزي العراقي، وتأخذ أموال عراقية كبيرة من يعني من الدولار من الأموال الصعبة العراقية. هذه كلها طبعا التجارة الدينية، الفنادق، السياحة، النقل البري الجوي، مطار بغداد، المطارات الأخرى، كلها سيطرت عليها الميليشيات. الموانئ، هناك أرصفة كثيرة باسم الميليشيات تتحكم بها الميليشيات. هذا كله أدى إلى 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 يعني تعاظم أموال هذه الميليشيات. إضافة إلى ذلك، سيطرت هذه الميليشيات على آبار للنفط صغيرة تصدر من وراءها النفط، يعني بحدود المعلومات تشير إلى أن بحدود 100,000 برميل يوميا تصدر هذه الميليشيات لحسابها. فبالتالي يعني كسبت أرباح واستثمارات كبيرة جدا بدأت من خلالها هي التي تمول إيران. يعني العملية صارت معكوسة، كانت إيران هي التي تمول الميليشيات، بدأت الميليشيات هذه هي أذرع إيران، هي التي تمول إيران في ظل ضائقتها الاقتصادية، عدم قدرتها 70% من القدرات الإيرانية معطلة في يعني تلبية حاجات الداخل الإيراني. فمن يلبي الحاجات هذه كلها هذه الميليشيات التي تصدر. إضافة إلى هذا أنه إيران طلبت من هذه الميليشيات ومن الحكومة أيضا أن تلبي حاجات حزب الله في لبنان. في لبنان وضع اقتصادي مزري، فبدأت هذه جاءت بأربع بنوك لبنانية لكي تمولها عن طريق مزاد العملات الصعبة في العراق، وتأخذ الأموال وتذهب بها إلى لبنان، وبالتالي حزب الله يستطيع أن يديم نفسه بعد أن كان يعتمد على إيران بشكل كامل. هذه كلها إضافة إلى الموظفين الوهميين، هناك عشرات الآلاف، ربما البعض يتحدث عن مئات الآلاف من الموظفين الوهميين. الميليشيات هذه وضعت أسماءهم في قوائم وتستلم أموالهم لكي تصرفها، لكي تهربها إلى إيران. فبالتالي هذا هو الوضع الاقتصادي، هذا دور واحد من الأدوار الخطيرة التي تلعبها الميليشيات في تمويل إيران وفي بقاء سياساتها وفي بقاء مشروعها للتغول في العراق وفي المنطقة. هذا واحد من أدوار الميليشيات الكبيرة. لذلك من يتحدث عن أن وجود الميليشيات في العراق هو خطر كبير على العراق وعلى المنطقة جميعا، هذا كلام صحيح ودقيق جدا، لأن هذا واحد من الأدوار التي تلعب هذه الميليشيات. ربما في الحلقات القادمة سنتحدث أكثر عن الميليشيات، ستكون لنا حلقات أخرى عن أدوار تلعبها هذه الميليشيات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.